كثير من معالم الحركة في شوارع المدن العراقية لا تجذو لها أثرا عند انتصاف ظهيرة صيفية قائضة تجتاز فيها الحرارة حجز 50. ومع هذا تحتفظ مباريات الدوري العراقي بميزة الاستمرار من أوساط اللعبة كلها، وهي تجد نفسها مرغمة على إكمال أطول مسابقة على وجه الأرض تدور في العادة على مدى 11 شهرا، ويحول قدم ملاعب الأندية أو حتى انعدامها دون التخفيف عن كواهل أهل اللعبة بإجراء التدريبات والمباريات في أوقات مسائية. مسألة تأخر مباريات الدوري للشهر السابع والثامن بصراحة، واللعب أعتبره بصراحة مشروع بقتل اللاعبين، لأنه يعني الإنسان عنده طاقة تحمل، لكنه أن تصل إلى أنه يلعب بها الأجواء الحارة. وأكو بعض المباريات كانت في رمضان، يعني اللاعب صايم 3 أيام مثلا يفطر يوم المباراة، اللي يعني أعتقد هاي الأجواء جدا غير مناسبة. الدوري العراقي إن شاء الله يسير بصورة جيدة، لا سيما دوري عام منافسة كبيرة على حول حصد اللقب، لكن هناك سيتأخر الدوري إلى شهر الثامن بسبب التأجيلات اللي حصلت لكون هناك مشاركات. سأرجح موقف اتحاد الكرة العراقي بين إلغاء الدوري وإكماله بمشاركة 19 ناديا بعد انسحاب أربيل، عدد يقال إنه مرشح للارتفاع في الموسم المقبل بإلغاء نظام الهبوط مع صعود أندية أخرى، وذلك لأسباب تتعلق بانتخابات الاتحاد في العام المقبل، والنتيجة إرهاق كواهل اللعبة وأوساطها بمباريات لن تكون سنة كإجراءها. بالتأكيد يعني الدور راح ينتهي في منتصف آب، هذا يمكن بعيد كلش، يمكن كل دوريات العالم منتهي، لكن باستثناء دورينا يمر بظروف، يمر باستثناءات، أمور كثيرة جدا. يعني أنت لأي موضوع ما في مقومات النجاح. دوري الفصول الأربعة اصطلاح اعتاد جمهور الكرة العراقي إطلاقه على مسابقة محلية لم تعرف الانتظام في كثير من المواسم المنصرمة، أما الثابت الوحيد فيها فهو استمرارها في عز الصيف القائض، الأمر الذي يعد مشكلة استعصى حلها على البيت الكروي العراقي. علي رياح، بي إن سبورتس، بغداد.